نسبه العالي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وفهر هو قريش. ابن مالك، يبقى مالك اسمه من اسماء السلسلة الشريفة. ابن النضر ابن كنانة، ولذلك قال أنا من كنانة، بس كنانة دي فيها قريش وفيها مش قريش، لكن من كنانه ابن كنانة. ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، قليل جدا من يقول الياس لكن غلط، انما هو الياس. خزيمة ابن مدركة ابن الياس. ابن مضر، ومضر ابن نزار، نزار ابن معد، ومعد ابن عدنان، وعدنان من أبناء إسماعيل. بينه وبين إسماعيل 40 رجل، 40 اسم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب النسابون فوق عدنان. الكلام بقى اللي بيقولوه فوق عدنان مش مظبوط، ساعات يعدوا 5، ساعات يعدوا 3، ساعات يعدوا 2، لا مش مظبوط، لكن لغاية عدنان مظبوط. إيه لعدنان؟ لما تحسب سيدنا النبي وتحسب عدنان يجي لك اللي في الوسط 19 اسم، 19 اسم، مع سيدنا النبي ومع عدنان يبقوا 21، يبقوا 21، لكن الأجيال اللي ما بين النبي وبين عدنان 19 جيل. لو كل جيل قلنا انه 40 سنة يبقى كأنه دول 800 سنة، 20 في 40 ب 800. كانت الحالة ايام معد ده حالة صعبة قوي، ما كانش فيه لا فرن ولا كان فيه عيش ولا كان فيه كذا، فكانت العرب تقول تمعددوا تمعددوا، يعني خليكم على ايام، يعني شدوا نفسكم شوية، اخشوشنوا اخشوشبوا، يعني خليك زي الخشبة كده زي المسمار، تمعددوا فإن النعمة لا تدوم.